السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الطريقة تاع اليوم معكم طريقة كيما نقولوا بقايا القماش اللي كانوا باقي لكم عندكم، اللي كانوا هادو كاع بقايا القماش اللي كانوا عندي في الدار، لميتهم وغادي نخدمهم الحيف. المهم بقايا القماش تخدموا هكا كوفر ماطلة، تخدموا المخايط، تخدموا كيما نقولوا تخدموا تاع الاكسسوار تاع الكوزينه، تخدموا اي حاجه يبقى لكم القماش. هذاك القماش ما تقيسوش، القماش تخدموا به هكا الحيفه ديروها في الدار، الحيفه للبيبي هكا صغيرين، او تستعملوها الكراسي، او تستعملوها الفوتاي، او تستعملوها لاي حاجه. المهم نعطيكم الطريقه. شوفوا انا وجدتهم خدمتهم باش نختصر الفيديو، باش الفيديو ما يجيناش طويل. نعطيكم الطريقه تاعهم. ديروا مربع شويه كبير وديروا مربع صغير. نحتاجوا تبغيو تخيطوا بالماشينه، تبغيو تخيطوا كاين اللي ما عندهمش الماشينه تاع الخياطه، تخيطوا بالابره والخيط باش تقدروا كاع تخدموا، اللي عندها الماشينه واللي ما عندهاش. نعطيكم العبر نتاع المربع اللي يجي كبير، ديروا فيه 18 سنتيم. ها هي شوف هاك 18 سنتيم على 18 سنتيم. نعطيكم العبر تاع الصغير، نعطيكم العبر نتاع المربع الصغير، ديروا 15 سنتيم على 15 سنتيم. هذه هي الطريقه نتاعي باش كيش تخدموهم بهذه الطريقه. تبهوا معايا مليح هكا. ها هي تجيبوا عندنا هكا الايبانك، تستعملوا دائما تستعملوا الايبانك. ها هي نحكموا هنا بالايبانك بهذه الطريقه. هاي بهذه الطريقه هاني قبضت المربع الكبير مع المربع الصغير. درك باش تخدموا باش يجيوكم قد قد، هاي نخيط الخيط والابره هنا. ديروا غادي ندير لكم بالخيط والابره، تقدروا تخيطوا بالماشينه. ها بهذه الطريقه تقدروا ديروا تستعملوا اي خيط، تقدروا تستعملوا اي قماش، ديروه هنا في الوسط، ديروا بليه هاي هنا تجي في الوسط. دروك عاود من كيف ديروا، عاود كي توصلوا الوسط ديروا بليه. ها هي هنا ندير بليه، هنا ندير عاود هنا في الوسط بليه. هاي البنات هاني كملتها هكا بهذه الطريقه. دروك واش ديروا، دروك نتوما تكونوا تكملوا اللي درتوهم، ديروا شحال من وحده هكا كملتها. دروك واش عندنا كي تخيطوا في الماشينه عاود كيف تفوتوا عليها هكا، ديروا البليه عاود تفوتوا، ديروا البليه عاود هنا، ديروا البليه عاود هنا، ديروا البليه. دروك نلاقيو المربعات نتاعنا، تلاقيوهم بهذه الطريقه. شوف ديروا لهم هاك وتلاقيوهم هاكا. تبغيو تقدروا تلاقيوهم بالابره والخيط، اللي يبغي يخيط قلت لكم باليد تقدروا تخيطوا باليد، اللي يكون عنده شويه خاطره واسع يقدر.
هاي خدمت خمسة نخليهم على جهة ونزيد عود لك. مام القطيفة كانت عندي حتى هي خدمت بها. مام القطيفة تقدروا تخدموا بها اي قماش قلت لكم عندكم في الدار، ما تقيسوش تخدموا بها. هيا خمسة هكا عاود خمسة نحسب نشوف شحال يجيوني باش نشوف ندير ستة ولا ندير خمسة. باغية نبدل الألوان، ما نديرش الألوان كيف كيف. هاي شوف عاود هكا خمسة تولي وديروهم هنا هكا مع بعضهم بعض هكا عاود تلاقيهم عاود تخدموا هكا خمسة تخدموا عاود خمسة. المهم نتوما شحال ديروا، ديروا خمسة ديروا ستة. المهم نشوف شحال ندير ونولي نزيد نكمل. هاي نولي عاود نلاقيهم كاع ونولي نعمرهم بلا واط. شوفوا هاي الطريقة هكا دروك كي لصقناهم لصقنا خمسة واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة تلصقوا خمسة خمسة تلصقوا كاع خمسة خمسة شحال ما بغيتو ديروا مسطر تقدروا تبغيو تزيدوا تلصقوا ستة تزيدوا تكبروا. شوفوا لصقت هنا خمسة وعاود خمسة عاود خمسة عاود وليت لقيتهم هاي لقيتهم مع بعضهم بعض. قلت لكم الطريقة تخيطوا هكا تقلبوا هاي شوف ديروا الوجه مع الوجه وتخيطوا. الطريقة نتاعهم الطريقة سهلة تقدروا تكون بيديكم بيد باليد تجي عاود الطريقة أسهل من هكا اللي يقدر يخيط بيده. كملت هاي بهالطريقة شوفوا باقي لي درك نزيد عاود هادو هاي نزيد هنا ونزيد وحدة هنا نزيد هنا. كملتها هاي لقيتها كاع لقيت كاع السطورة اللي خيطتهم اللي لقيتهم مع بعضهم بعض وليت اللي لقيتهم وليت لقيتهم مع بعضهم بعض. درت هنا وحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة هنا وحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة هاي تقدروا قلت لكم ديروا نتوما الاختيار ليكم تبغيو ديروا شحال مربع ديروا. دروك باش نعمروا لواط نعمروا لواط هكا هيا هذه راني حالتها هنا نزيد نولي نحل لكم وحده تزيدوا تشوفوا بهذه الطريقه هاي دروك نحلوا المربع اللي من الفوق فوقاني ما تحلوش المربع تحتاني تقبضوا هكا هيا نحل تحلوا بالمقص نحل هاك ونحل هاي تحلو بهذه الطريقه باش تعمر تعمروا بهذه الطريقه لواط ها هو لواط تاع هنا تحلوا كاع المربعات تحلوهم وتعمروا ها هي الطريقه هكا الطريقه تاعهم قلت لكم ساهل تقدروا قلت لكم تلاقيو باليدين تقدروا تخيطوه باليدين ها هاك ها هي بهذه الطريقه نعمرهم كاع نحلهم كاع ونعمرهم ونزيدو نكملو الطريقه نتاعنا. الطريقة نتاع الحيفة نتاعنا كملتهم هما عمرتهم بلاواط هما جاو هكا جاو شابين. شوف هاي هنا هكا يقعد هكا بهالطريقة. درك واش نديرو له درك ديرو لاواط ندير لاواط ونخيط نخيط لاواط نتاعي ونزيدو نكملو لاواط نخيطه ندوره عليها كاع هكا ندوره منا ونزيدو نكملو الحيفة نتاعنا بهذه الطريقه تخيطوا لواط نتاعكم ها هو هكا ديروه تقدروا تخيطوه بيديكم اللي يقدر يخيط بيديه يجي اسهل طريقه ها هي تقدروا من بيديكم تجيكم الطريقه سهله.
المهم نزيد نكمله ونوليو نديرو الغلاف التحتاني. نزيد نكمل ندور عليه الخياطه كاع ونوليو نزيدو نديرو الغلاف. شوفوا الطريقه، كملت لواط نتاعي. ها هو لواط لصقته، ها هو لصقناه هنا في الحفه نتاعنا. درك واش ندير؟ درك نضرف هذا اللواط اللي بقى لي منه من نضرفه، يبقى لنا الغلاف. اي غلاف يكون عندكم في الدار تستعملوه. درك واش ندير؟ دروك نمشي للماشين، نكف هاك، نكف بهالطريقه، نطوي طيه وحده هكا كاع ندور. ديروها على حساب الحفه نتاعكم، نديروها من تحت. ديروها، شوف نكون مضرفه ها هي تجي هاك، نديروها من تحت. شوفوا الطريقه تاع الخياطه هكا باش تخيطوا المبتدئات، نوريكم هكا تخيطوا احسن باش تجيكم طريقه سهله. هاي ديروا الابره والخيط وتخيطوا بالابره والخيط احسن من الماشينه. هاي تبغيو تفوتوا عليه بالابره والخيط وتعاودوا له بالماشينه تقدروا، تبغيو تخيطوه خياطه مليحه وتخيطوه غير بالابره والخيط. هاي شوف المحامي اللي راه شاعل بالك طفى. قلت لكم الطريقه تزيدو. هاي نزيد نكمل غير هكا خياطه، نكمله بالابره والخيط. هاي هاك تخيطوه غير بالابره والخيط، نولي نخيطه بالابره والخيط ونولي نعاود ندور عليه بالماشين. النتيجه النهائيه تاع الحفه تاعنا كملتها. الحفه تاعنا بقايا القماش، تستافدوا هكا استفاده مليحه من بقايا القماش باش ما كيما نقولوا حنا كي كنا نخدموا هكا نخدموا الكوفر ماطلا، نخدمو المخايد، نخدمو كنا اللي يبقى لنا القماش كنت نديره في قرصه ونقيسه ما نخليش في الدار. لكن درك جاتني هاد الفكره جديده عجبتني، قلت ندير لكم الطريقه تستافدوا. انا استفدت منها، حتى نتوما ان شاء الله تستافدوا منها. جات الحيفه شابه هكا، الحيفه تعرفوا اللي مش تستافدوا منها هذه. المهم تصلح من حتى اللي بيبي صغيرين. شوف ها هي قبضتها منا، قلت لكم تقبضوا حتى هنايا، قبضتها في هاد الجهه تاع المربعات. درت الابره والخيط هكا الابره وقبضتها، تقبضوا كاع تفوتوا عليها تقبضوها باش الحيفه نتاعكم ما تبقاش منا، باش ما تبقاش هنا كيما نقولوا يبقى ينصب، يبقى مقبوض مع بعضها بعض. الحيفه نتاعنا عجبتني وانتم ان شاء الله عاود تعجبكم. تبغيو ديروا الكراسي تاع المطبخ، الكراسي هكا تجمعوا فيهم، ديروا اربعه، ديروا اربعه هكا تاع السطور واربعه تاع السطور منا. شحال ديروا فيها سنتيم تجيكم فيها هنا، تجيكم فيها 46 سنتيم وهنا 46 سنتيم. انا جاتني فيها هذه كاع، بغيت نديرها هكا كبيره 70 سنتيم طول، والعرض هنا العرض فيها 63 سنتيم. درت فيها هنا درت خمسة، هنايا درت خمسة، ومنا درت ستة، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهنا في العرض في الطول درت ستة وفي العرض درت خمسة. النتيجة نتاع الحفة نتاعنا كملتها، إن شاء الله تعجبكم وتستافدوا منها. ومع السلامة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.